مباراة السوبر الإفريقي كان من المفترض أن هي هتقام في شهر 9، ولكن أيضا حتى الآن لم يتم تأجيلها رسميا، ولكن من المتوقع أن يتم تأجيلها لشهر ديسمبر القادم. هل ده برضو هيحصل قريب ولا لسه هنستنى شوية؟ وانا نشوف هي بالمبادئ مثل ما بنعرف كاس السوبر الافريقي هو في عقد بين الاتحاد القطري لكره القدم والكاف الاتحاد الافريقي لكره القدم لاقامه المباراه لثلاث سنوات على التوالي. أيوة. اول سنه فات فيها الزمالك، ثاني سنه فات فيها الاهلي، باقي السنه الثالثه. هلا هو يقال انه المباراه ستتاجل الى يوم 24 او 26 ديسمبر المقبل. أيوة. طبعا انت ما تنسى قطر بهالفتره كاس العرب، كاس العرب. أيوة. من 30 ل 18 ديسمبر. فبعد اسبوع بعتقد الامور بتكون سهله وقادرين على الاستضافه. هن سبق يعني نظموا بطوله العالم للانديه ومباشره كاس الخليج. يعني قطر جاهزه لاستضافه المباراه في اي وقت، لكن فقط يحدد الاتحاد الافريقي التاريخ والامور بتكون جاهزه. وان شاء الله هالسنه بيكون في جمهور اكبر لانه الناس بدات باخذ اللقاحات والامور الطبيه على اعلى مستوى. فاعتقد انه بتكون المباراه على الاقل ب 80% من سعه الملاعب. يا مسهل يا رب.